بنتكلم هنا كملخص عن دور فيتامين دي عشان نوضح الموضوع على بعضه، وبنقول انه بتتمثل احدى الوظائف الرئيسية لفيتامين دي في الحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم في الدم، وهناك طريقتان يمكن لفيتامين دي من تحقق ذلك. اول حاجة تحسين امتصاص الكالسيوم، وبيعزز فيتامين دي امتصاص الكالسيوم اللي هو بنتناوله في الطعام. نمرة اتنين، اخذ الكالسيوم من العظام. عندما لا تستهلك كمية كافية من الكالسيوم بيحافظ فيتامين دي على مستويات في الدم من خلال الاعتماد على مصدر الكالسيوم الرئيسي في الجسم اللي هو عظامك. ومن الضروري الحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم في الدم، بينما يشتهر الكالسيوم بدوره في صحة العظام الا ان له العديد من الوظائف الحيوية الاخرى في الجسم. وخلال فترة عدم تناول الكالسيوم بكميات كافية ليس امام جسمك خيار اخر سوى استخدام احتياطات الكالسيوم في عظامك. بيسحب الكالسيوم من العظام، وده قد يتسبب في فقدان العظام وهشاشة العظام بمرور الوقت. ده دور فيتامين دي. طيب ايه بقى دور فيتامين كي؟ ده اللي هنكمل فيه المرة الجايه.